Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد. Today's lesson, درس اليوم هو عن conversation, محادثة. محادثة ما بين شخصين يتحدثون مع بعض. نريد أن نستفيد من هذه المحادثة. إذا سمعتها تفهمها. إذا أردت أن تستخدم نفس المحادثة كيف تستخدمها؟ إذا أردت أن تغير المحادثة كيف ممكن نغيرها؟ ونستفيد من بعض المفردات أو الكلمات وكيف تم تركيب هذه المحادثة. هتستفيد من سر أو من طريقة لا يعرف أغلب الناس، بحيث أنه هتستفيد للمستقبل كل ما سمعت محادثات كيف ممكن تستفيد منها. Let's get started. خلونا نبدأ مباشرة. We don't want to waste time. لا نريد أن نضيع الوقت. هذه this is a conversation between A و B، يعني A و B، محمود، عبد الله، توم، سامي. السؤال الأول يقول What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow تعني ماذا أنت سوف going to سوف وليس ذهب إلى ذهب إلى لو جاء بعدها اسم going to school to Paris Paris و school و لندن هؤلاء يذهب لكن جاء بعدها فعل going to دائما إذا جاء بعدها فعل تعني سوف What are you going to do ماذا أنت سوف تعمل tomorrow طبعا أنت بالأفلام الأمريكية أو إذا أنت بتسمع أفلام أمريكيين أو بتتحدث مع أمريكي مش هيقولها بهذا الشكل هو هيختصر going to إلى gonna ماذا تكون gonna يعني بدل going to gonna وهيختصر ال what مع ال are مش هيقول what are هيقول what يدمج معها ال you هيقول what are you what are you what are you تمام أو قد تسمعها what are you gonna what are you gonna do tomorrow do tomorrow مش هيختصرها واحد يقول يا سلام يعني جت على do tomorrow معلش هي للأسف هي هذه الأشياء اللي أنت محتاج تفهمها عشان تتدرب عليها من الآن لو سمعت أمريكيين سمعت أفلام تفهمها ركز معي مرة أخرى أريدك أن تتدرب معي كيف تقول لأحدهم ماذا سوف تعمل غدا بالطريقة الأمريكية مش بالطريقة العربية واحد يقول هم يقولوها بسرعة لا مش سرعة عب عب What are you gonna do tomorrow? What are you gonna do tomorrow? What are you gonna do tomorrow? نكررها مع بعض حلو السؤال يا أخي يحفظوا كذا مع يحفظوا كذا بربطة المعلم زي ما بنقول What are you gonna do tomorrow? 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 صارت أغنية كذا صح What are you gonna do tomorrow? إيش هتعمل غدا خذ هذا السر عندك إحنا ممكن نغير الدو هذه اللي تحب اللي تحب غيره What are you gonna eat tomorrow? What are you gonna see? ماذا سوف ترى غدا What are you gonna drink? ماذا سوف تشرب What are you gonna write? What are you gonna read? What are you gonna watch? شوف بس أنا معك حبة حبة كذا عشان نغير نكمل المحادثة أحدهم سأل الثاني What are you gonna do tomorrow? وهذا تسمعها بالأفلام الأمريكية كثير I am going to visit my grandparents. I am going to أنا سوف visit أزور my grandparents. هي grandfather جد و grandmother جدة grandparents الأجداد يعني جدي الجد الجدين تبعي اللي هو father grandmother لأن ال parents والدين فال grandparents يعني أبو ال أبو الأب أبو الأم. طيب بس الطريقة الأمريكية هيقولوا أم هذه هتختصر إلى I'm gonna نفسها I'm gonna visit my grandparents أنت هتسمعها بالطريقة هذه بالطريقة هذه What are you gonna do tomorrow Tom? I'm gonna visit my grandparents I'm gonna visit my grandparents أعيد أعيد What are you gonna do tomorrow? What are you gonna do tomorrow محمود يا محمود يعني I'm gonna visit my grandparents. I'm gonna visit my grandparents. هذه الطريقة اللي أنت هتسمعها واللي أريدك إنك أنت تتكلم مثل الأمريكيين. واحد يقول لا أمريكي زي الأمريكيين فين يا أستاذ؟ لا صدقني ممكن.
هتتكلم بنفس الطريقة. أوكي مش هتكون ابن البلد ابن البلد، بس أقرب طريقة لهم ويسمعوك ويعرفوا لغتك كويسة. نفس السر اللي أعطيتك إياه تغير الدو، ممكن تغير الفيزيت. مش أنا سألتك إيش هتعمل بكرة؟ What are you gonna do tomorrow? What are you gonna do tomorrow? What are you gonna do tomorrow? خلاص I'm gonna buy سوف أشتري، I'm gonna sell سوف أبيع، I'm gonna meet سوف أقابل، I'm gonna sleep، I'm gonna watch، I'm gonna fix سوف أصلح my car. أكمل الحوار وقال What time are you going to visit them? Them يعني تزورهم الgrandparents. متى يعني الساعة تروح أنت؟ When what time are you going to gonna what time are you gonna visit them what time are you gonna visit them. والgonna هي نفسها انعادت في، ركز انه يعني زمن المحادثة كله لو ركزت في الفيوتشر في المستقبل. الفيوتشر الفيوتشر هو اما يكون will سوف و going to تمام. لكن الامريكان بيستخدموا متى الويل متى يستخدم الجوينج تو. الجوينج تو لما بيسالوا بعض يعني الاشياء اللي انت مخططها متاكد انك تعملها. فلذلك يعني الامريكان انتوا عارفين متخططين ومرتبين ودائما بيعملوا حاجه بكره. فعاده زي كأن السؤال هنا انت ايش مخطط تعمل غدا؟ What are you gonna do tomorrow? I'm gonna visit. شوف مش متاكد لسه ما اخذ قرار. ممكن يقول له I don't know maybe I will. استخدم الويل اي باختصار كده الويل للشيء للمستقبل اللي مش مؤكد. I'm gonna visit them on Friday at 2. ممكن هو يحددها هنا AM صباحا PM مساء، بس طبعا اكيد انه يزورهم في البي ام يعني في الظهر مش في الفجر. تمام I'm gonna نفس الطريقة. أنا أريدك تتوقف stop saying I am I am am وتوقف أن تقول going to I'm gonna gonna. والسؤال what are you gonna what are you gonna بسيط. I'm gonna what are you gonna I'm gonna أنا سوف what are you gonna ماذا أنت سوف. وغير الدو what are you gonna أنت بس كررها معي what are you gonna مش سامعك what are you gonna أحسن what are you gonna what are you gonna وغير what are you gonna read ماذا سوف تقرأ what are you gonna play ماذا سوف تلعب. ها جاوب I'm gonna I'm gonna visit I'm gonna eat I'm gonna sleep I'm gonna feed سوف أطعم my baby I'm gonna wash أغسل I'm gonna هذا. قالوا أزورهم on Friday يوم الجمعة كذا. سألوا صديقه Are you going to have lunch with them؟ هل هتتناول غداء معهم؟ بس هذه مش هتكون بالطريقة Are you going to نفس الأسلوب Are you gonna have lunch with them؟ Are you gonna have lunch with them؟ هل سوف تتناول غداء معهم؟ والذم كما أخبرتك هو الضمير اللي يعود على الغداء. Are you going to have I'm gonna تغير gonna have تغيرها Sure, بالتأكيد. I really like my grandmother's food. And I really like. I like, أحب. I really like, تأكيد كذا. والله أنا فعلا بيعجبني طعام جدتي. طعام جدتي. Grandmother's food. بصراحة يعني حتى أنا دائما طعام الجدة بيكون محفور في الذاكرة أحسن من أكل الأم. في أغلب الأحيان مش عارف ليش. لممكن هي العلمة الأم. grandmother's food grandfather's food my mother's food يعني الإس التمليك هذه تملك اللي بعدها لما قبلها. إس التمليك تملك أي شيء بعدها لما قبلها. طيب how long are you going to stay there كم هتجلس هناك يعني أنت كم ناوي أن تمكث هناك. how long are you going to stay there how long are you going to stay there يعني كم هتجلس هناك بجدك يعني. وممكن تغير how long are you going to stay وتغير ال stay كما أخبرنا يعني. how long are you going to play كم المدة اللي هتلعب فيها. how long are you going to sleep how long are you going to clean كم المدة اللي هتجلس تنظف فيها. تمام طبعا مش المحادثة نحن بنغير السؤال لمواضيع أخرى. أجابه المفروض تكون
I'm gonna كما قلنا I'm gonna stay there for 3 or 4 hours. ممكن تغير الأورز إلى days, weeks, months. I hope you will enjoy your time there. I hope نأمل you will enjoy your time there إنك تستمتع بوقتك هناك. أريدك تحفظ هذه المحادثة و change it وغيرها كما تريد. عملية بسيطة. What are you gonna? I'm gonna. How long are you gonna? What time are you gonna? Are you gonna? Are you gonna? I hope you will enjoy your time. بسيطة جدا يا سيدي، انت بس بسيطة ان شاء الله هتبسط. اتمنى تكون الفيديو فادكم، واتمنى انكم تشاركوا الفيديو مع غيركم، واضغط لايك اذا عجبك الفيديو. انا الان حاليا عندي تدريس عبر الواتساب، اللي حاب انه يشترك معنا في تدريس عبر الواتساب مش مستقبل ممكن يتوقف، بس حاليا ساضع الارقام في الوصف على الشاشة وفي بداية التعليقات للي يحب يتواصل ويدرس معنا عبر الواتساب ويتواصل معي. رابط قناتي الجديدة ايضا في الوصف على الشاشة. الفائدة الفيديو الجديد أني قمت بدمج الدروس المستويات والمحادثات ومثل هذا الكلام وكلمات وغيرها. ولا تنسوا أنه أنا الآن عندي برنامج جديد هبدأه في بداية الشهر القادم، ولكن على القناة الثانية. البرنامج هذا هيكون جديد من الصفر، من الحروف وغيرها. الهدف من هذا البرنامج أني أدمج دروس قديمة وجديدة وأكون برنامج رائع جدا، وهيكون فيه مميزات جديدة رهيبة جدا. من المميزات هذه انه هيكون في تفاعل في التعليقات، يعني هعمل واجب وانتو تكتب التعليقات، الاجابة في التعليقات، وهثبت التعليق اللي هو صح واكتب ملاحظاتي عليه، فنحس ان كده بنستفيد من هذه البرنامج. شكرا جزيلا لكم، good luck، حظا وفقا، and see you soon، اراكم قريبا، مع سلامة الله.